نواصل تغطيتنا مشاهدينا الكرام في بطولة معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير في المباراة التي جمعت فريق اليوفي وفريق عربي وسط الدمام التي انتهت بفوز اليوفي بثلاثة أهداف دون مقابل. ويقف معي في هذه اللحظات أحد نجوم فريق اليوفي الكابتن حسن مجرشي. كابتن حسن نرحب فيك لأول ظهور لك عبر شبكة الفارس العالمي. والله أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم وأتشرف أني ظهرت معكم وإن شاء الله بإذن الله أقدم شيء جميل إن شاء الله. كابتن حسن اليوم انتصار كبير قدمته أيضا مستوى رائع، حدثنا عن ما قدمتمه في هذه المباراة. أول حاجة بسم الله تعرف أنت لعبنا في الدوري السيهاتي وخرجنا يعني خروج يعني ما أدينا شيء بالمرة، بس الحمد لله بتوجيهات أبو عمر بتوجيهات خالد علي اللي هو دار الفريق صراحة أنا يعني مهما قلت فيه ما راح أوصف يعني مستحيل يعني إنسان ما شاء الله عليه. الحمد لله على كل حال أدينا لعبنا صح لعبنا كويس صح فريق العربي أدى، لكن أبو عمر كانت تغييراته ممتازة، لعبنا على الأطراف والحمد لله على كل حال وسجلنا 3 أهداف والحمد لله والحمد لله على كل حال الحمد لله. ايش توعدون الجماهير في الدور نصف النهائي؟ باذن الله باذن الله ان شاء الله باذن الله ان نوصل النهائي نبي الكاس ما نبي الكاس غير الكاس ما نبي، وان شاء الله باذن الله بتوفيق من الله وقفه الشباب ووقفتي انا ان شاء الله باذن الله ان ناخذ الكاس باذن الله. يعطيك العافيه وتشرفنا بلقائك. شكرا لك وانا اللي شرف ان شاء الله.